هناك لا حد لهم في الحياة، ولكن بعد الممات تنتشر أعمالهم بشكل ملفت للنظر، ويحققون شهرة كبيرة جدا. برز الكاتب هيرمان ميلفيل لأول مرة ككاتب في أربعينيات القرن التاسع عشر مع روايته تايبي سنة 1846 ورواية أومو 1847، وكانت الروايتين تتحدثان عن البحارة الأمريكيين وحياتهم غير العادية في جزر بحر الجنوب، ولكن روايته التالية ماردي سنة 1849 لم تحقق نجاحا يذكر، وكذلك رواية موبي ديك سنة 1851 الشهيرة والتي لم تلق استقبالا جيدا في وقت ظهورها. كانت آخر رواية للكاتب هي رواية الرجل الواثق والتي صدرت في عام 1857. بعدها تحول ميلفيل لكتابة الشعر وعمل في مستودع بنيويورك لمدة 20 عاما. توفي عام 1891 وتم نسيان أعماله، ولكن في عام 1910 أعاد النقاد الأمريكيون اكتشاف أعماله، وظهرت حركة تسمى إحياء ميلفيل، وأصبحت روايته موبي ديك من روائع الأدب الأمريكي ومن أشهر الروايات على المستوى العالمي. تلك هي الحياة، وتلك حظوظ ما لا حظ لهم. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.